يقسموا كل عنده مشكلة مع الدولة يمشي المحكمة يدير. هو تاريخيا دكتور وانت اعرف في بين الفلسفة متاحة انه قبل في الثورة الفرنسية كان يعتبر القضاة من الازلاء، قال ما يحكموش في ولا عمل قضاء خاص به. احنا ازدواجيتنا في نظام الانجلوسكسوني نفس القضاء، لكن هذه سابقة حسب انت استاذ سابقة في التاريخ قانون في تونس. شوف يا سيدي اللي صار هذا اللي صار اليوم اللي ده كان تعدل لأنه فما أنا عندي سيناريوهات أخرى. اللي صار هذا أنا ناخو كان رمزيته، هو كما قلت لك هو من الفواحش وهو الإهانة للشعب التونسي، هذا أولا. كيفاش وإلى غير ذلك من ناحية القانونية احنا نعرفوا احنا تونس مشينا في خيار في خيار ازدواجية القضاء، يعني هناك القضاء الإداري والقضاء العدلي، وبعد عند القضاء المالي كان الدائره المحاسبات والمكتب المحاسبات. القضاء الاداري معروف يعني الكونسيل ديتا مجلس الدوله الفرنسي، يعني عنده يعني وهو اللي اسس المجلس الدوله الفرنسي، هو اللي اسس تقريبا الديمقراطيه الفرنسيه وحقوق الانسان، معروف هذا. كذلك المحكمه الاداريه في تونس، انا عملت يعني اطعنت في استفتاء في طمك بن علي في 2002 ورغم ذلك أصابتني المحكمة، وعندي قدم قضية في حق المرحوم منصف بن سالم يعني ضد وزارة التعليم العالي تردوه من الخدمة وأصابت المحكمة، قدم قضية لفايدة المنصف المرزوقي نفس الشيء، وقمت قضية ضد معناتها العسكر بتاع اللي يتهموه في براك الساحل وطردوه من الخدمة والمحكمة الإدارية أعطت حقوقهم. هذه هي تقاليدنا، هذه هي. وهذاك علاش ولا تشوف قيس سعيد ما يتيقش حتى انسان يجم يمشي ضد ارادته، يوصل هو مجلس النواب حله، لجنه مقابله الفساد حلها، يعني البلديات حلها، كل مؤسسات الدوله. هذه مازالت المناره، هذه المناره اللي تبقات الحصن الاخير، فهمت؟ هو ما نجمش يمكن كبر عليه ولا ما خلاوهاش يمشي يلغيها ويمشي خلق لنا نظريه جديده توحيد القضاء، يجم يعملها ما كل شيء مستباح. نعم لا هو جاء للنزاع الانتخابي باش بدله، معناتها وهو اللي همه الوحيد هو باش يعدي العقبه هذه نتاع الانتخابات، ويمكن بعد ترجع الامور لوحدها، مما يدل على ان اللي صار يعني هو امر حقيقه يعني ولا توظيف القانون والمؤسسات لمصلحة الشخص. ما تنساش يا حسين اللي سي قيس سعيد راهو عنده يقين أنه لو كانت انتخابات شفافة ونزيهة وتشاركية وتعددية والله لا يتعدى من الدورة الأولى. هو ديكتاتوريات في العادة مش يلزمهاش القانون، هو يكفي أن تشك لحظة واحدة، ودائما ديكتاتوريات شكاكة هي مش كاكة، شك أن ستسقط حتى واحد الألف ما يتركوش للصدفة. فما قولك فما قولك يا سيدي هذا عمل راهو عمل شركات تاع استطلاع رأي وقالت له راهو أنت ما عندكش حضور، وهذاك علاش هذا التهافت وهذا الاستهداف نتاع المترشحين ونتاع معناتها شوف العيش الزمان شو عمل فيه الرجل يسحل فيه معناتها الرجل يسحل فيه معناتها بشكل كأنه تنكيلي. واللي قالوا قبل ما نعملوش حملة مع في عام 2019 مادام الاخر في السجن، اليوم الهيئة قالت لك لا ما عادش يهمني، ما هو حتى المنظمة ما يهمنيش، يعني حقيقة شوف الغورة والفكان. نعم. وكان عجبك هذا هو اللي مش يوقع، وخاصة سي حسين راهو القانون هذا الهدف منه ليس فقط ما يستهدفش فقط الأشخاص زنايدي والديني والمكي، راهو يستهدف العايش الزمان. العايش الزمان سناتي العايش الزمان دكتور سناتي تفصيل. لا باش تعطيك نعرف في علاقه بالقانون هذا في القانون هذا، لان من جمله التقليعات اللي تعملت في القانون الانتخابي الفصل 143 ايش يقول؟ يقول انه الهيئه يمكنها الغاء جميع نتائج اي مترشح اذا ثبت لديها انه لم يحترم أحكام الفترة الانتخابية، يعني كلام عام ما ثم أعطاه سلطة تقديرية واسعة للهيئة
يكفي أن تقول اللي توا الحملة متاع فلان عملت خطأ فلاني، تقول أي نحيله ألغى 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 النتائج متاعه، وهي عندها الخيار كامل وما دام يحكم فيها حد، والمحكمة الإدارية ما فيها حد، وطالما عندها حكم ابتدائي ويمشي يشكيوا بها وين يهزوها؟ يهزوها المحكمة القضاء العدلي للاستئناف، والقضاء العدلي هو خاضع. إذا اللعبة ملعوبة مكشوفة، هذا هو هو نعم. يعني النفق، النفق اللي هبطنا فيه حقيقة معناتها مستجد عضو.